نوركي إله ونودان إدهد بيننا دي كنا سو نبي ومدهد ونمعا وقبائي نمعا نوغو تاقونا ناقي حبيبو يا رسول الله أنت شمسون أنت بدرون أنت نور فوق نور يا نبي يا إمام الحرمين iyadoo guud ahaan ba maanta laga xuseeyay caalamka islaamka xuska dhalashada suubaneheeni maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa muassasada xilqatu ummu salama ee daacwada iyo kor u qaadida bulshadu waxay magaalada burco ku qabatay xaflad lagu weyneynayo dhalashada nabiga sallallahu alayhi wasallam munaasabadan oo si heersare loo saagaasimay ayaa waxaa hadalka iska daba qaatay xubno ka mid ah muassasada ummu salama ee magaalada burco iyagoo ka waramay muhiimadda weyn ay leedahay xuska dhalashada nabigeena suubana naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxaana ka mid ah hadalladoodii ashraqu albadru alayna faqtafat minhu albudru ya nabi ya imam alharamay مثل حسنك ما رأينا قد دنيا واجه سرور يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين ولد رسول الله عام الفيل يوم الاثنين ثاني عشر من ربيع الأول نبي الله محمد نحريس نبتقلي بكل ساعة وحا ورشد معنا الاثنين سنة عام الفيل بشنا هاي الربيع الأول وفيه بعث وفيه أريج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات نبي الله محمد صلوات الله ربي وسلامه عليه وحال صوصاري والنبي نمد الله صوصاري معنا الاثنين وحال الله دلمي وصمد الله دلمي معنا الاثنين وحال أول هجرودي معنا الاثنين وحال أول انتين معنا الاثنين إلى هاي الهلاك نبي الله محمد وحال السؤالي معلنك السنين تا وحاو وصوه مايا وحال السؤالي نبي الله محمد ملكي للسؤالي صلوات الله ربي وسلامه عليه وحاو يلي وكتو علي وحاو يلي يوم ولدت فيه ويوم أنزل عليه القرآن معلنك وحال نصوه ما ومعلنك اللي دلي وانا معلنك القرآن اللي يوزد جي مركا ولا لي النبي الله محمد معلنك ولشي سيدا سيدا وينيه إلهي بابا قرآن كيسا وحاو كل إياي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل وحت هذا نبي محمد إن كنتم هداته تحبون الله هو إلهي تعالى فاتبعوني سرعا يحببكم الله إلهي ويدين شعلان يعني ويغفر لكم ويدين ذنب دافيا ذنوبكم ذنوب سننا ويدين دافيا والله إلهي غفور ولا ذنب داف بدر رحيم وانا حريص بدر إلهي باوحو إنا أمر يا نبيك إنا إنوين إنا إلهي أمر يا إلهي القرآن كيسا سوى آيات كيسا نوغشيك يوحر فالذين آمنوا به وعسروه ونسروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ومعنى هذه هي فالذين كوي آمنوا رمي به نبي وعسروه أماني ونسروه هو قرقاري واتبعوه راعي نور الذي كوي نور نور الذي نور أنزل المسودة معه نبي معيسى أولئك كواسي هم المفلحون أياه والليباني دم إلهي سبحانه وتعالى أقول كل شيء القرآن كيس معناها وعسروه وأثنى على رسول ومدحه نبيك أيك أماري هذا من نبيك إلا احترامه إلا قدريه إلا وينيه وشيء فرده ومن مهمات الدين كامدة معجزة النبي عليه الصلاة والسلام هو وين ذحيت القرآن وكان القرآن كأيهاي قال تعالى إلهي وحيري سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل واحد ترى هذا النبي محمد لئن اجتمعت هذه كل مان الإنس إنس جاي والجن جن على أن يأتوا إلى مادان بمثل هذا القرآن قرآن كروك له لا يأتون لما يمنع بمثله يعني سقوك له ولو كان هذه هذا بعضهم بركود لبعض بركله
طهيرا مدو كالمية معجزة لبعض وحوية انشقاق القمر ضيحوا دلاعي قال تعالى وحوري إلهي اقتربت وحسو دواتي الساعة ساعدي وانشق القمر وضيح دلاعي قال هذا يا مالي مال ماكم إذا النبي وحي ويدين صلى الله عليه وسلم النبي محمد ربي قال شيخ سادو وشرو وحنا تصدع بل عاوة ضيح الله بها ككلا دقو معني ربي قال شيخ سادو وشرو ضيح عاوة الله بها ككلا دقو كذب إلهي وحوة يدي ضيحين الله بها ككلا دقو قاركونا ويعركين كذب وحي دهين إلا وح معجسة عميسان ماها وحي دهين وسحركي ومحمد لي ميوي سبحان الله صلى الله عليك سبحانه ونبيه صلى الله عليك سبحانه ونبيه صلى الله عليك سبحانه ونبيه سيدنا يا يوسف تادي لتوحيده أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا رسول الله أحمد يا حبيبي يا حبيبي كو جبريل ربي يا إلهي تعالى يا رسول الله في الكرية ليلة الخميس وموهبة من ربي أنا يا رب صالح مدنبينا أجر في ميوى ما حياك بدر منيري فلا شك أنه ختامي عبد العزيز عاود تلفيش كساب برعو ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوألا هين وقوشي وإيشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها يو أونلاين جيمز كا هدبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا يو جوب تاع الشقو فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن 121